أصليا البراءة بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن العرض والشرف انتوا في انتوا وطنطاوي بقى بفهم السنين مش قاعدين مع بعض يا صفاء 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 انتوا وطنطاوي سايبين بعض سايبين بعض بقى 8 سنين مش كده؟ نعم انتوا وطنطاوي ما بتكلموش بعض 8 سنين مش كده؟ ها؟ بقالنا 10 سنين 10 سنين صح؟ ايوه وسايبين عيالكم كده؟ لا بنتي كانت متجوزه ما انا عارف انك اتجوزت ايوه بس اتطلقت ورجعت ايوه قعدت معايا في البيت أيوة. ورجعت سافر في السعودية تاني وخلف التاني هناك خلفت ولد ومن ورجعت جت عرفنا ان هي لها علاقة مع الراجل دي واليوم يهددني واليوم يعملني هي مش متجوزة عرفي ولا انت مش متجوزة عرفي باين؟ لا مش متجوز خالص؟ لا ما وجدتش خالص ماشي يلا خليها تستنى بقى لا ابوس ايدها بس يا صفاء ابوس ايدها بس يا صفاء يلا يا حاج يلا صباح بعد اذنك يا باشا عاوز ايه ده؟ تاني بلد حالة الدفاع الشرع عن الأرض والشرف بس طبقا لما جاء باعتراف المتهم وإقرار جميع الشهود والتحريات وإقرار أولياء الدم والورثة الشرعيين الأب والأم وتنازلهم عن اتهامهم للمتهم انتفاء صرف سبق الإسراء طبقا لما جاء بأقوال المتهم والشهود أن الواقعة حدثت وقتيا لحظيا بدون ترتيب أو إعداد لسلاح الجريمة الذي كان متواجدا دون إعداد سلاح الجريمة الذي كان متواجدا في مكان الواقعة ودون توافر لنية إظهار الروح بطلان قائمة أدلة الثبوت فيما أثبتته من شهادة الضابط أحمد فريدة الشاهد الخامس بأن المتهم بيّن النية وعقد العزم على قتل المجني عليها حيث أن هذا الشاهد لم يذكر ذلك على وجه الإطلاق في تحقيقات النيابة العامة وقرر أن القصد هو القتل ولم يذكر مع صف الإصرار وأيضا قرر أن المتهم لم يحاول الهرب وقرر أيضا عند سؤاله
أن المتهم قرر بأنه قام بارتكاب الواقعة دفاعا عن العرض والشرف، والتمس تعديل القيد والوصف إلى ضرب أفضى إلى موت بدون صمت إصرار. مع الوزير في إجازة مخرج الجوهر الدفاع مع إعطال الشكر للنيابة العامة على الرفعات الجليلة والإهداف عن المجتمع، وحضرتكم الحسن الحصين لهذا المجتمع، ولكن من ضمن الدفاع عن المجتمع هو الحفاظ على المجتمع من الأشياء الخاصة بسوء السلوك أو السمعة أو إلى آخره رحمه الله. أدلة الثبوت جميعها تؤكد أن الواقعة أولاً حدثت وقتية لحظية بدون ترتيب أو إعداد لسلاح الجريمة. الكلام ده يا فندم ليس من عمليات الدفاع ولكن من واقع أقوال المتهم في اعترافه، وقرر الحاضر مع المتهم أن الاعتراف إما أن يؤخذ كله أو يترك كله. المتهم ذكر يا فندم في أقواله إن أنا فعلا ارتكبت هذا الواقع لأن إحنا مش هنخفي الشخص، هو قرر هذا الأمر، ولكن الدافع أو الباعث أو ظروف الواقعة أمر تقديره في المقام الأول لعدالة المحكمة والقضاء. ونحن نثق في تقدير عدالتكم لما حاوته الأوراق. لما يجي المتهم يقول إن أنا فعلا عملت الكلام ده، وبعدين في صفحة 8/21، ما الذي صار بداخلك آنذاك تجاه شقيقتك المتوفية لرحمة مولاها؟ قال أنا اتصدمت بهذا الأمر، وبعدين بلغت أخويا وأولاد عمي علشان نقعد ونشوف حل للموضوع، ولما اتأكدت إن الموضوع ده فعلا حقيقي خدتها الأوضة عشان أضربها، وبعدين ما حسيتش بنفسي الا وانا بعمل هذا الامر، ولقيت البنطلون على السرير حتى تم هذا الامر. هذا يؤكد ان المتهم لم يكن في كامل ادراكه ووعيه. لان هذه القضايا معالي الوزير تعتبر من القضايا الشائكه وبها النفوس الغاضبه السائره والتي يقف فيها العقل ولو مؤقتا وقت ارتكاب